وإلى فقراتنا الأولى سلمى لليوم. وصلنا للفقرة الأولى يلي بتتناول موضوع جديد عن الجروح المتشكلة في الفم والوجه وخاصة الفك، والذي يؤدي إلى فقدان أشياء كتير أو ضياع مثل ما بيقولوا من الناحية العملية والتجميلية، وهالجروح أحيانا بتكون مهمة. يعني أكيد سالي، التشوهات الخلقية الظاهرية هي بالفك والوجه بتظهر نتيجة حادث معين أو مرض ما، طول وقصر الفك السفلي والعلوي لبعضهما البعض، ظهور أيضا الشفة بشكل كبير أثناء الضحك وغيرها من الأمور. كل هاي الأسئلة رح نسأل عنها ضيفنا معنا باستوديو صباحنا غير، الدكتور إبراهيم تركماني، اختصاصي بتجميل الأسنان والتعويضات الفكية وأستاذ بكلية الطب الأسنان في كلية البعث. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير سوريا. أهلا وسهلا دكتور. بداية يعني موضوعنا جدا مهم، وهو أحيانا بيشكل معاناة لكتار، وخاصة الأمهات يلي بتولد أطفالها بتحس في يعني عندها شيء غريب عن باقي الأطفال، أو بتلاحظ شغلات يعني ممكن هي تستشير فورا الطبيب تلحق هذا الموضوع على صغار. بداية خلينا هيك نحكي قبل ما نفوت بهذا المواضيع عن أورام وتكيسات الفك بشكل عام، بعدين بنفوت هدول المواضيع التشوهات الخلقية. طبعا الموضوع هو بينضوي تحت عنوان التعويضات الفكية الوجهية، يلي هي فرع من طب الأسنان حقيقة، واختصاص مهم وبتجلى أهميته بوضعنا الحالي بالفترة اللي نحن بنعيشها، فترات الحروب يلي هي تعطينا منتج لأشخاص في عندهم عجز بأجسادهم وفي عندهم فقد بوجوههم أو بمنطقة الفكين. هالموضوع هذا كتير حساس ومهم، لأنه بيتناول المريض من عدة نواحي. أول شيء الموضوع النفسي اللي بيعاني منه المريض نتيجة عدم تقبل المجتمع أحياناً إله أو الأهل اللي بيحيطوا فيه، وبالتالي الموضوع بيعمل ردة فعل نفسية عميقة. والنقطة الثانية اللي بتكون عنا موجودة هي موضوع أحياناً عدم القيام بالوظائف اللي بيقوم فيها الفم، اللي هي موضوع البلع، موضوع الكلام، موضوع الطعام. فإذا الموضوع بأهمية عظيمة جدا يجب الإضاءة له بشكل جيد، وتشجيع أطبائنا على هالاختصاص هذا لأنه بيخدم المجتمع، ونحن بأمس ما نكون بالوقت الحاضر أنه بحاجة لهيك كوادر طبية تخدم مجتمعنا. طبعا دكتور، خلينا نحكي بما أنك قلت نحن بهذا الوقت عشنا 10 سنين حرب، من مخلفات هي الحرب وآثارها السلبية كتير من القصص اللي ظهرت إن كانت مرضية وغيرها، ومنها التشوهات الفكية الناجمة عن تعرض بعض الأشخاص لقذائف الهاون أو تفجيرات أو ما إلى ذلك. وهذا الشيء دائما يعني الإنسان بيحاول المظهر بيأثر بنسبة 50-60% بحياته وطريقة تصرفه مع الآخرين. هاي نحكي عن الشيء اللي اشتغلتوا عليه خلال الفترة الماضية بما يخص مجال التشوهات الفكية. هلأ موضوع التشوهات ممكن الإنسان ينصاب، تعرفوا جلود من الأبطال يلي مشوهي الحرب أو جرح الحرب انصابوا بإيدهم أو بإجرهم أو ببطنهم، فهي التشوهات بتبقى من الحالة النفسية بيقدر يتغلب عليها أكثر بكثير من الإصابة بالوجه. طبعا. ليش؟ لأنه الوجه هو عبارة عن الهوية للشخص، نحن كلنا بنعرف بعض من خلال الوجه، وبالتالي أي نقص يعني مادي بالوجه بيخلي الواحد يشعر أنه اهتز شوي بالموضوع، مع أنه أنا بعرف قوة الإيمان الموجودة بجنود عم يتغلبوا على هالموضوع هذا بشكل كتير كبير. ومهم يعني الحالة النفسية اللي عالية، لكن حقيقة بالمدارس العالمية وقت نطلع على هيك موضوع بنشوف أنه في أطباء نفسيين بيدخلوا بمعالجة المرضى لحتى يتقبلوا الوضع اللي هن فيه جديد، وبالتالي طبيب التعويضات الفكية الوجهية بيدخل بمرحلة تانية وبيستخدم التعويض يلي بيعطي بعد نفسي كتير مهم بالنسبة للمرضى، وحقيقة بحسن بالحالة النفسية كتير عندها. خلينا نقول شو الأجزاء يلي ممكن نحن تصيب الوجه وتفقد الإمكانية.
التواصل مع المجتمع. أول شيء موضوع الحفرة الفموية، هي من المشاكل الكبيرة، وخاصة إذا كانت الإصابة بفقد الفك السفلي، فهي بتشكل حالة تحدي كتير كبيرة للمعوض وللمريض، باعتبار أنه بيفقد تماماً موضوع اللقمة الطعامية والكلام. فهذا موضوع حقيقة بيبقى التعويض عنه هو تعويض فقط من الناحية النفسية، فلذلك أنا ركزت على الموضوع النفسي اللي بيخلي متفاعل مع المجتمع، يقدر يكون بتلاصق مع المجتمع، نعم. يقدر يطلع خارج بيته. نعم. النقطة الثانية اللي ممكن تكون هي ممكن تكون العين، وهذا نحن بنشوف بمجتمعنا، وهلأ عم نلاحظ أنه في كتير بيغطوا يعني وشهم من مكان العين بلصاقة أو بقطع من قماش، وهي كمان يعني نقطة ممكن التعويض عنها بمنتهى البساطة مهما كان الفقد، يعني سواء كانت الفقد فقط بمنطقة العين بالخاصة، أو لو كان الفقد لا سمح الله بشكل أوسع هو منطقة الأجفان ومنطقة يعني الخد، فممكن التعويض عنه بتعويضات سيليكونية. وبنفس الوقت في عنا موضوع التعويض عن الأذن اللي هي كمان ممكن تتعرض لهيك إصابة ونفقدها وتم التعويض عنها. هلأ أنا بدي أقول أنه هالتعويض هذا تعويض كتير مهم، وكتير مهم الأساليب يلي بدها تعوض عنها، يعني شو المواد يلي بدنا نعوض عنها المادة هاي، اللي هي نحن بنستخدم مواد بطب الأسنان، فلذلك يلي بده يسمعنا كأطباء أسنان نحن داخلين على موضوع العين، موضوع الأنف، موضوع الإذن، موضوع الخد، فقد يستغرب السامع أو المشاهد بالنسبة لنا ليش أطباء الأسنان هن يلي دخلوا بهالاختصاص هذا بمجال، نعم. يعني التعويضات الفكية الوجهية. حقيقة لسبب مهم جدا أنه أطباء الأسنان يعني عالميا أدخلت بكلية طب الأسنان هذا الاختصاص، لأنه هذا الاختصاص بيحتوي على التعامل مع المواد السيليكونية والأكريلية والشموع وبالتالي والجبسية، وبالتالي كل المكونات اللي بيستخدمها، نعم. طبيب الأسنان من موجودة المواد السنية هي مواد موجود بهالاختصاص هذا بشكل واضح، نعم. هي مواد إذن صنعية عما نحن نقوم فيها. هذا التعويض كتير مهم من الناحية التجميلية، فإذا المواد هي مواد سيليكونية طبيعي، لكن بيجي السؤال كيف نثبت هذه العناصر يلي هي موجودة خارج يعني الوجه، كيف نثبتها على الوجه؟ في عدة طرق، يعني تاريخيا هذا الاختصاص هو موجود من القرون الوسطى، صحيح، لسبب انه كان يعني انا بدي احكي بالمنظور الانساني يلي بتعيشه المجتمعات، فكانوا الناس مثل ما تفضلتي حضرتك بالمقدمة انه الامراض يلي عند الناس يلي بتصيبها كان ما بيقدر الطب يعالجها، منها التشوهات، من الناس يلي بتصيبهم الجذام وبالتالي بصير في معهم تشوهات بالوجه، فهدول الناس بيبتعدوا عن المجتمع وبصيروا 100%. مبتعدين، فعملوا لهم وخاصة بإيطاليا ظهرت بالقرون الوسطى، وعملوا لهم الأقنعة يلي بتخبي هالتشوه هذا مثل ماسك، نعم. بس بعدين عملوا بطريقة تلوينية بطريقة تزيينية، نعم. وانتقلت من موضوع، صحيح. الحالة الإنسانية المرضية اللي يعمموها دخلوها بالاحتفالات، حلو كتير، بالاحتفالات، وصارت هالأقنعة هاي بنشوفها، نعم. إنه مهرجانية تماما، يمكن الهالوين اجت الفكرة من هيك قصة بالضبط، فهي القصة للأقنعة يلي دخلت تاريخيا على الناحية الاجتماعية هي حالة إنسانية لحتى الناس يلي عندهم مشكلة يكونوا جزء من المجتمع بالمية. بشكل طبيعي ويشعروا بإلفتهم، نعم. مع المجتمع، نعم. هي النقطة الهامة يلي بالفكرة يلي اجت فيها. طبيا ضلينا نحن مستمرين وعم نعالج الناس. هلأ الموضوع يجب أن يترافق أنه يكون جزء من تناغم الوجه من حيث الشكل من حيث اللون. هذا الشيء حنحكي عنه دكتور، ولكن الأزمة النفسية اللي ممكن عم تشكلها
خلينا نقول هذا عم يشكلها التشوه او عم بترافق الانسان من ولادته. يعني احيانا بيولد الشخص يمكن عنده شفه ارنب، فكه شوي لقدام ممكن يعالجه بتقويم. هون نحن امام ازمه نفسيه كمان، انتم امام مواجهه اخرى مع المريض، انه نحن بدنا نبدا بالعلاج على الشكل التالي في مراحل معينه نحن بدنا نقوم فيها. فهدول القصص كمان يا ريت نركز عليها. خليني احكي بهالموضوع هذا من بدايته. تفضل. أصعب شيء هدية من رب العالمين أنه يجي طفل فيه مشاكل، عنده مشاكل يولد، هالهدية تكون فيها يعني نقص بقبة الحنك، انشقاق قبة الحنك. وين المشكلة؟ راح يكون مشكلة نفسية للأهل لأنه الطفل ما هو عارفان، بس في مشكلة تحدي كتير كبير. نعم. أنه الأم كيف سترضع أو تطعم هذا الجنين، هذا الطفل الرضيع. فإذا الموضوع بالنسبة لنا، فلذلك أنا ابتكرت طريقة ويعني عرضتها بمؤتمر بفلوريدا حول إرضاع الأطفال حديثي الولادية مباشرة بيخلقوا. هاي الطريقة عملناها بإضافة على زجاجة الإرضاع، بيقدر أي طبيب أسنان يقوم بهالعمل ويخدم مجتمعه وين من كان. وهي هاي الفكرة البسيطة يلي كانت بالموضوع يلي بتخلي الطفل مباشرة الأهل يتعاملوا معه بطريقة كتير سريعة ويغذوه بشكل جيد. هلأ فيما بعد بصير في عمليات، يعني في سدادات نحن بنحضرها لبين ما يصير في عمر مناسب، فالجراحين بيدخلوا بيسكروا هذا الانشقاق وبيلتغى تماما وبتصير حالة طبيعية عند الطفل. إذا هاي بالحالات الولادية بتصير حالات موضوع بنسميها السدادات. نعم. طيب دكتور كمان خلينا نحكي اليوم أحد أنواع التشوهات أو الاضطرابات اللي بيكون موجودة بالوجه، اللي هي اضطرابات الفكية الصدغية. شو المقصود فيها وشو سببها؟ الاضطرابات الفكية الصدغية. هلأ الاضطرابات هي عبارة عن شيء وراثي أو مرضي، خلينا نقول عائلي، وبالتالي بصير في عنا مشاكل بصغر الفك السفلي اللي بنسميه مثلا شل العصفور، أو بصير في عنا اضطرابات نتيجة أمراض مثلا. يعني كان قديما هناك مرض موضوع السفلس أو موضوع الزهري اللي كان منتشر بشكل كتير كبير، فكان الأم يلي مصابة تنتج طفل مشوه، تشوه بالوجه لدرجة أنه ممكن يكون نشوف أنه طفل بعين وحدة أو فاقد لأحد الآذان بشكل مشوه كبير. فكمان هدول بيدخلوا ضمن المعايير يلي منصير في تعويضات إلهم بشكل بيتناسب مع حالتهم. شلون يعني بيتناسب مع الحالة؟ يعني أنا في عندي تعويض عن العين، فالتعويض يلي بنساويه عن العين هو تعويض فقط جمالي، تعويض عن الشكل، تعويض عن لدعم البعد النفسي عند الشخص المصاب. فهذا أمر يعني التعويض يلي نحن بنساويه. الإذن نفس الشيء، هي عبارة عن دعم نفسي، ولكن لا يمكن لحامل هذا التعويض أن يقوم بالوظيفة. من هون اجت انا فكره، بلشت بالموضوع الدعم النفسي، لانه هاي التعويضات هي مهمتها الدعم النفسي للمريض، سواء تعويض الاذن او تعويض العين. بينما تعويض الانف لا، هو بيدخل بموضوع انه هو بشكل حاله مجرى للهواء بيدخل، صحيح ما بيقوم بالوظائف اللي بيقوم فيها الانف الطبيعي من حيث عمل الخلايا والاشعار، لكن هو عبارة عن مادة سيليكونية، عبارة عن مجرى اصطناعي لدخول الهواء إلى الرئتين. نعم. فإذا في له حالة وظيفية فينا نقول فيها. بالفك السفلي هو حالة نفسية، وبالتالي ما بيقدر التعويض بالفك السفلي أنه يشكل حالة للمضغ والكلام، وهو عبارة عن تعويض ثابت بيكون موجود بالفك ما بيتحرك، وبالتالي بيعطينا الحالة الجمالية والنفسية للمريض. بينما السدادي بقبة الحنك، لأنه في عنا ناس بيتعرضوا لأورام، وبالتالي بيصير في استئصال للفك العلوي بشكل كامل أو جزء منه، فنحن بنعمل سدادات بطريقة خاصة
فينا نحن. أنا في عندي طريقة بالسدادات السيليكونية وبالتالي بتعطي مساحة من التعويض صغيرة وبتعوض وظيفيا بشكل كتير جيد، وهذا التعويض نستخدمه بشكل كتير مريح عند المرضى، بكون إذن ناحية جمالية وبكون حالة وظيفية. فإذا التعويضات الفكية الوجهية في إلى ركيزة أساسية هي الدعم النفسي بالنسبة للمرضى. نعم. يعني دكتور يطول الحديث عن هذا الموضوع، يمكن حضرتك هيك حكيت لنا باختصار عن تفاصيل يمكن نحن نكون أول مرة عم نتعرف عليها من حضرتك. حابين نصائح لكل اللي عم بيتابعنا بخصوص هذا الموضوع، وأي حدا عنده مشكلة يعني صارت معه نتيجة حادثة أو نتيجة حرب، أو أم مقبلة على أطفال جداد عندها طفل عنده هيدا الحالة، شو فيهم يعني؟ أنا بالمسيرة الطبية اللي مريت فيها من خلال تتابعي للمرضى اللي راجعوني، حقيقة في شيء أنا بدي أحكيه هلأ ومهم جدا. في أم إجت طفلي لعندي بحدود 11-12 سنة بهذيك الفترة، فتفاجأت انه عندها انشقاقات قبة حنك، وعالجناها مع احد زملائنا الجراحين بالتعاون من خلال السدادات لحتى تحسنت الحالة. كانت الام فقط في خطأ اخذت حبتين دواء لا يعطى لحامل. فارجو يعني من خلال الشاشة الكريمة نتوجه للامهات بعدم اخذ اي دواء على الاطلاق قبل الاستشارة الطبية تماماً. وقبل قراءة النشرة 100% اللي فيها تحذيرات ومضادات استطباب للدواء. هذا مهم جدا، وما بيتخيل الواحد انه ممكن حبتين دواء دغري مباشرة وقت القرية راجع الطبيب، لكن كان الامر انه ظهرت الطفلة وبعدين انا شفتها باعمار بعد فترة صبية. من السنوات صبية صح. ومهندسة صح. فإذا الموضوع بالنسبة لنا في وعي مهم جدا بيعطينا الوقاية من هالأمراض هاي. في شيء تاني هو الموضوع يعني العائلة يلي بصير وراثي. خلينا نقول العائلة لأنه أكثر من هو وراثي، الوراثي حكما راح تكون تظهر، لكن هي ممكن بين أجيال وأجيال تظهر هاي القصة. نعم. فكمان يكونوا حريصين الأهل بمراجعة الطبيب. وفي عنا الحوادث يلي هي حقيقة الحروب نحن ما لنا قادرين ننحمى منها صحيح. معرضين إلى، لكن في أساليب مثلا ننتبه على أطفالنا بمدن الملاهي باللعب بالشارع يعني في وسائل الوقاية المهمة جدا يلي بتعرضها أكيد. لأنه لا سمح الله بنشوف أنه بعض الأطفال فقدوا عيونهم نتيجة إهمال، هذا عدم الوعي من صح. الأم تخلينا بهالقصة. نعم. يعني في أشياء نحن ممكن نكون واعين فيها ونجنب مجتمعنا الحوادث، وفي أشياء نحن قضاء وقدر مثل الأورام مثلا صح. وبالنهاية مثل الحروب وقت بصير تفجيرات كله صار في له حل هلأ بالطب، نتمنى للكل دائما موجودة بين إيدينا ومتوفرة، والحمد لله نحن بسوريا بنقدر نقوم بهيك أعمال رغم قلتها وندرتها بالمجتمعات الدولية. يعني نحن هالاختصاص هذا من الاختصاصات النادرة على صحيح. مستوى العالم، لكن حقيقة هو مهم بالنسبة لنا بمجتمعنا. أنا بحب أدعو من خلال هالشاشة الكريمة وزارة التعليم العالي وزارة نعم الصحة نعم. التركيز على إعداد الكوادر نعم. المستقبلية للقيام ب تهيئة للمجتمع بشان يصير في موضوع العلاج متوفر بشكل كامل إن شاء الله. شكرا كثير لك دكتور ولوجودك معنا ويعطيك العافية. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا لك دكتور ونورت صباحنا لليوم. شكرا للمعلومات اللي قدمت لنا ياها.